مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ماي ستوري. اليوم مثل ما شايفين معنا دبدوب، هاي، وجاي يسمع معنا قصة جديدة اللي هي قصة خليل. اليوم رح نتعرف على خليل، وهو صبي كتير شجاع وما بيخاف أبدا بس بنهار. أما بالليل خليل عنده خوف من الظلمة، وخاصة لما يصير وقت النوم كل الخيالات اللي بتمرق على فكره بتخوفه، حتى كل الأصوات اللي بيسمعها. بتعرفوا بالليل الصوت كتير بيسمعه الإنسان أقوى. حاول أهله لخليل يشرحوله أنه ما في داعي للخوف، لكن كل ما يصير الليل تتكرر المشاعر المزعجة اللي كلها مليانة بالخوف. بيوم من الأيام بيسكن جيران جديد جنب بيت خليل، كان عندهم صبي من عمر خليل. ولما زار جاره الجديد اللي اسمه رائد، اكتشف خليل انه رائد ما بيقدر يشوف بعيونه، يعني هو كفيف. رائد وخليل صاروا من اعز الرفقة، وكل يوم بيلعبوا سوا وبيزوروا بعض. وخليل تعلم كتير امور حلوة من رفيقه، خاصة من شجاعته. كان رائد لما يسمع صوت ما عم يقدر يميز شو هو، يقوم ويصير يستكشف بإيديه، لأنه الكفيف ما بيقدر إنه يستكشف بعيونه، فكانوا عيونه هن إيديه. وقرر خليل يتعلم الشجاعة من صديقه، لأنه الخوف إذا ما واجهه الإنسان وتركه جواته بيكبر كتير براسنا وبمخيلتنا لدرجة بيصير يعذبنا. بالليلة التالية بعد ما انطفت الأنوار، ترك الماما والبابا ضو صغير جنب سرير خليل، ورجعت مشاعر الخوف، ورجع يتوهم خليل أمور تعذبه وتزعجه وتخليه ما ينام منيح. وتذكر صديقه رائد، فاستجمع قوته ووقف وقال رح روح وشوف شو هيدا الخيال اللي عم بيعذبني ويخليني ما نام وخاف. ولما قرر يعمل مثل ما بيعمل رائد، يلمس بإيديه، اكتشف مين؟ اكتشف إنه هيدا دبدوب. ضحك من قلبه خليل وغمر الدبدوب وقال له من هلأ ورايح رح تنام جنبي، ورح تذكرني إنه ما في سبب للخوف أبدا. ومن وقتها كل يوم الدبدوب بينام جنب خليل. مواجهة الخوف كتير ساعدته لخليل وجعلته ينتصر وخلته أقوى من الظلمة، ووجود دبدوب كان كتير مهم ليحسسه بالأمان. خليل ورائد بقيوا كتير أصحاب. بيوم من الأيام كان رائد حزين لأنه عم بيواجه صعوبة بالنوم. فكر خليل كيف بده يساعد رفيقه. سأله بتخاف؟ جاوبه رائد أبداً. قاله طيب شو السبب؟ ليه ما عم بتنام؟ قال له ما بعرف، قلقان. يمكن كان قلقان من شي موضوع بالمدرسة أو من حدا من رفقة تانيين. فكر منيح خليل وركض على بيته، ومن دون تردد جاب دبدوب. نعم دبدوب، لأنه دبدوب كتير خليه لخليل يحس بالأمان، فقرر يجيب ويعطي رفيقه. وخبره كل القصة، كيف هو رائد بلا ما يعرف ساعده لخليل ينتصر على الخوف من الظلمة. تأثر كتير رائد لأنه ما كان عارف أنه هو ساعد رفيقه. ومن هيديك الليلة صار الدبدوب ينام ليلة عند رائد وليلة عند خليل. أصحابي، قصتنا اليوم بتخلينا نعرف أنه الخوف موجود عند كل الناس، بس مرات بيصير أكبر وبيكون عم بيعذبنا. ممكن نخاف من الظلمة، ممكن نخاف من الناس، ممكن نخاف من أفكار موجودة جواتنا، ممكن نخاف من حيالله شيء. بس نحن لازم نواجه الخوف ونقوى عليه وننتصر عليه، ونكون دايما مستعدين أنه نطلب المساعدة من حدا كبير. ومثل ما خليل ورائد لقيوا دبدوب وصار ينام حدهم، فيكن أنتو كمان تنقوا لعبة أو قصة أو حيالله شيء بحسسكن بالأمان تخلوه جنبكن، لأنه هيدا الشيء بيساعدكن لحتى تنتصروا على الخوف. بشكركن كتير أنه أصغيتوا لقصة ماي ستوري اللي منا منتعلم أمور لحياتنا. وما تنسوا تتابعونا بحلقة جديدة بالمرة القادمة. باي باي باي.